لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد الخالص، وهي أعظم فريضة فرضها الله على عباده، وهي من الدين بمنزلة الرأس من الجسد. لا إله إلا الله هي كلمة الإخلاص وشهادة الحق ودعوة الرسل وبراءة من الشرك ونجاة العبد. لا إله إلا الله هي رأس هذا الأمر، ولأجلها خلق الخلق. لا إله إلا الله من أجلها افترق الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. لا إله إلا الله من أجلها حقت الحاقة ووقعت الواقعة، ولذا هي الركن الأول من أركان الإسلام، وهي مفتاح الجنة. حول معناها، أحكامها، خصائصها، شروطها، أركانها وفضائلها تدور حلقة الليلة أو فقرة الليلة من جدد حياتك في برنامجنا الثابت كل أربعاء من حلقات مع الناس، مع فضيلة العالم الجليل الدكتور مجدي عاشور، أمين الفتوى بدار الإفتاء والمستشار العلمي لفضيلة مفتي الديار المصرية. مرحبا بفضيلتك يا مولانا. أهلا وسهلا بيك، نسعد بيك والله، يعني دايما ربنا يبارك فيك وأسعد الله قلبك. ربنا يحفظك. موضوع حلو الحقيقة، يعني فكرة بيغيب علينا حاجات احنا محتاجين دايما نذكر يعني أنفسنا والسادة المشاهدين بيها، وإحنا بنشكر ليك الحرص الحقيقة على هذا الأمر، يعني وجودك ووقتك. يعني عايزين في البداية نعرف إيه معناها والمراد بيها فضيلة الدكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا أنا أتمنى أن نبدأ بالحلقة من نقول لا إله إلا الله، وإن شاء الله هنختم الحلقة برضو بلا إله إلا الله أو الفقرة. إحنا لما بنتكلم في هذه الفقرة عن الأمور التي تجدد الحياة، فبنجدد الحياة، الناس بتظن يجدد الحياة بالأمور الحياتية فقط. يا سلام. أمور العبادة جاية لتجدد علاقتك بربك. نعم. وتجديد علاقتك بالله عز وجل في تجديد علاقة بالبشر. وتجديد علاقة بالبشر، البشر دول في الحياة بتاعتك. يبقى جدد حياتك بلا إله إلا الله. لا إله إلا الله. فهذه الكلمة الجميلة اللي هي كلمة قديمة. بمعنى إيه قديمة؟ إن هي سنة من جميع الأنبياء. سنة هنا مش معنى سنة عكس الفريضة، لا، دي سنة إلهية جاء بها جميع الرسل. نعم. أنه أرسل الرسل جميعا بهذه الكلمة، كلمة واحدة. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نعم. يبقى أي رسول جه قبل كده، قبل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولحد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول له الكلمة اللي انتوا ادي القاسم المشترك بين أبناء البشرية جميعا، هي لا إله إلا الله. علاقة الإنسان بربه هي لا إله إلا الله. فالمقصود بها يعني ايه كلمة لا إله إلا الله؟ لأن في ناس بتختلف وطلعت أفكار متطرفة ويتكلموا ان لا إله إلا الله وفرزنوا الناس وحاولوا يصنفوهم بناء على هذه الكلمة بدون تحقيق. يعني لا إله إلا الله، لما جه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وجد إن الأهواء كثيرة، وجد إن الأصنام كثيرة، المعبودات، فحب ينفي الكثرة، لأن ربنا الواحد الصمد. يبقى هو واحد، فقال له انفي كل واحد. وإله هنا مش بمعنى بس تعبده، يعني كلمة لا إله يعني لا توكل، يعني لا اعتماد، نفيا في الأول، يعني لا خوف، يعني لا مساعدة. كل حاجة جميلة كده هتنفيه، كل حاجة هتنفيها، كل حاجة تحتاج فيها للمساعدة، كل حاجة تحتاج فيها من للإحاطة، كل حاجة تحتاج فيها للحماية. انت تنفي الحماية دي عن أي حاجة، تقول لا إله إلا الله. فنفى كل إله كانوا يزعمونه أو يتوهمونه من أصنام وغيرها وغيرها، حتى بشر وكانوا يعبدوا البشر. قال له أنا بنفي، وهنا بقى بيسموه جميل، بنفي كل حاجة. وهنا السادة الصوفية خدوا الحتة دي بيقولوا إيه، ادي التخلية الأول. يا سلام. بتخلي نفسك، يعني بتفرغ نفسك من كل شيء، فبتقول لا إله يعني ليس في داخلي أحد. خلاص، بس هيجي التحلية، لازم تحليها. يبقى احنا بنخلي، بنشيل، وبعدين نحلي، نحط حاجة يا واحدة. سلام. يبقى لا إله، يبقى أطلع من قلبي كل شيء إلا حاجة واحدة، وهي إيه؟ الله عز وجل. إلا الله. يبقى في توكلك يبقى إلا الله،
في محبتك إلا الله، في عبادتك إلا الله، في مساعدتك للناس إلا الله، يعني أنا أساعدهم من أجل الله. نعم. يبقى هي المعنى كده، بنفي كل شيء له أصلا فاعلية إلا لله عز وجل. نعم. عاوز يقول لك لا حركة في الكون ولا إرادة لك، الإرادة هنا بمعنى الإرادة الحقيقية المؤثرة. ولا إرادة لك ولا تأثير في هذا الكون إلا لله عز وجل. نعم. فبينفي كل شيء عن المخلوق ويثبته للخالق سبحانه وتعالى. نعم. لذلك جه النفي. فالنفي جه بنفي المخلوقين جميعا. عظيم. يبقى انا ايه ببص بقول ايه، زي ما بقول ايه، بقول لك ايه، داري وشك عن الدنيا والناس كلها واقول له انا جاي لك انت لوحدي يا رب هنا. يبقى الا الله. ده المعنى البسيط السهل، والهدف والمراد نفيا واثباتا بتاع لا اله الا الله، اللي هو ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا النبي شهد الله انه لا اله الا هو. يا سلام. واحنا قلنا قبل كده ان احسن حاجه تتخلق باخلاق الله، فلما هو بيقول على نفسه وعلى ذاته شهد الله انه لا اله الا هو. نعم. فقال لك لما تتخلق باخلاق الله سبحانه وتعالى. نعم. اللي هو بيشهد بالوحدانيه لنفسه، يبقى الاحسن للانسان ايضا ان يفعل هذا ويتخلق باخلاق الله وبأخلاق الملأ الأعلى، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، رح مقرر لا إله إلا هو العزيز الحكيم.